من يعتذر؟ هذا نداء للعرب، قولوا لنا من يعتذر؟ مهرجون أضربوا النار لهيبا في الحطب، أم فتية قد ضربوا وقيل هم من قد ضرب؟ قولوا لنا من يعتذر؟ حمزة أم أبو لهب؟ من الذي سيعتذر؟ من نفخوا النار جهارا في الرماد، وضربوا أبناءنا وشتموا نساءنا وحولوا أعلامنا إلى سجاد؟ من غدروا من مكروا لا تقفوا على الحياد، قولوا لنا من يعتذر؟ كافور أم ابن زياد؟ هم وصفوا أبناءنا بالهمج الغوغاء، هم أعلنون لقطاء، هم أحرقوا راياتنا ودنسوا في وضح النهار ذكرى الشهداء. شاشاتهم تحولت لحية تضخ فينا سمها، شاشاتهم تحولت جرائدا صفراء يسكنها المعلق الرخيص والمهرج الدنيء والراقصة الشمطاء. شاشاتهم كافأت الكلاب عن نباحها وكافأت عن لونها الحرباء. هل بعد هذا كله تعتذر الجبال عن شموخها؟ تعتذر الأشجار عن خضرتها؟ هل بعد هذا كله يعتذر محارب الصحراء؟ مصر التي نحبها أصابها الجنون، محفوظ مات قبلها وأغمض الجفون، ومات شاهين الذي نحبه، والعندليب لم يعد يطربنا، وكوكب الشرق نسينا من تكون. أبناء عبد الناصر المغوار هل تبدلوا وانتسبوا من بعد ما مات إلى شارون؟ مصر التي نحبها هل خرجت عن جلدها وغيرت نهدين كانا تحفة ونفخت شفاهها بالسيليكون؟ هل مصر فعلا أصبحت خريجة سجون؟ هم الكبار وحدهم هم الكبار، هم الذين ضربوا ثم بكوا، هم الذين أخرجوا في شارع المطار مسرحية واختبأوا خلف الستار. اقتحموا الخرطوم في مهمة مدججين كلهم بالناي والربابة والطبل والمزمار. مهرج السلطان قد جاءوا به وراقصات القصر جئنا جملة، وشهريار كان حاضرا يوزع الأدوار. جاءوا إلى الخرطوم كي يبايعوا خليفة وخططوا لموعد البيعة بعد الانتصار، لكنهم قد هزموا فانكشفت عوراتهم واندثرت في لحظة أحلام شهريار. إن كان من معتذر عن الشموخ والإباء، عن وطن روته وديانا دماء الشهداء، فلتعتذر عن حزنها أحياء كربلاء، وليعتذر عقبة عن حروبه، ولتعتذر عن دمعها الخنساء، وليعتذر أيضا صلاح الدين عن صموده، وليعتذر من أرسلوا للموت في سيناء.